بسم الله الرحمن الرحيم، طلابنا الاعزاء، اليوم عندنا المحاضره رقم 10 اللي هي الاوبتيمم كنترول سيتنج. طبعا هذا الموضوع يتعلق بالاختيار الامثل للبارامترز للكنترولر. احنا نعرف انواع نذكركم انواع الكنترولرات هي البي اي بي دي البي البي اي دي، وكل واحد من هاي الكنترولرز كان له بارامتر. البي هو بارامتر مالت كي سي، البي اي هو كي سي والاي، البي دي كي سي والار، والبي اي دي هو كي سي والار والاي. لاحظنا بالمحاضره السابقه انه بعض المنظومات المغلقه من نجري نسوي لها تيست استقراريه نشوفها تطلع عن ستيبل والبعض ستيبل، فاذا مو كل المنظومات احنا اذا شاهدين عليها سيطره هي بالتأكيد راح تشتغل بصورة يعني لعبة بصورة مستقرة ستيبل. إذا معنا لاحظتوا إحنا كنا غير قيم الكيسي فهنا الموضوع من يتحكم بالاستقرارية. طبعا عوامل كثيرة تتحكم بالاستقرارية، نفس الجين مال البروسيس مال الباب إلى آخره، بس أكو بارامترز هي ثابتة، مثل مال البروسيس ثابتة ما نقدر نغير، مال الكنترول باب كذلك، يعني المجرمنت والباب هذني أدوات قياس. إحنا كل اللي بدينا نقدر نتحكم بأسهل شيء هو البارامترز مال الكنترولر. يعني نقدر إحنا من عندنا نختار قيم، إحنا نحدد قيم للكيسي وللآي وللآر بالكنترولر، ونشوف نبحث استقرارات المنظومة نخلي المنظومة مستقرة أو غير مستقرة. موضوع اليوم هو متعلق باختيار القيم مال الكنترولر. ما هي أفضل القيم للكنترولر؟ يعني اليوم مثلا عندي منظومة مغلقة وموجود الكنترولر يقول تعال شقد تختار كيسي شقد آي شقد آر حتى المنظومة مالتك تشتغل ستيبل. هذا هو موضوع عادة يسموه تيونينج، يعني تيونينج شلون تنغيم للبرامتر ذني او اختيار البرامتر بالشكل الافضل. هذا هو الموضوع مالي. طبعا اكو طريقتين لايجاد الاوبتيموم كنترول سيتنج، اللي هي الطريقه الاولى طريقه زيجلر نيكول ميثود. طبعا كل طريقه لها الابروش مالتها خطواتها. طبعا زيجلر الشيء يفترض مثلا احنا اذا شادين تي اي دي يعني الكنترولر، يقول اول شيء نسويه احنا نلغي الطور الديفرنشال وطور الانتجرال، نلغيهم. شلون نلغيهم؟ نعطي الار صفر ونعطي الاي ما لا نهايه، يعني على قيمه الاي، يعني اذا اعطيناه ما لا نهايه المقدار كله يصير صفر، فاذا نلغى ونعطي الار صفر هذا يروح، اذا يبقى الكنترولر فقط كيسي. يعني الخطوه الاولى ان نجعل الكنترولر فقط كيسي، حتى اذا اشاد وياه فقط بي دي نعطي الار صفر، بي اي نعطي الاي ما لا نهايه. اذا اول خطوه اذا اكو اي نعطي ما لا نهايه، اذا اكو ار نعطي صفر، ونخلي فقط الكنترولر هو كيسي. نبدي بالكيسي نعطي قيم صغيرة، إلى أن نراقب الاستجابة مال يعني الكنترول فاريبل، نراقب الاستجابة شو يستجيب، نظل نزيد. طبعا نسلط ستيب تشينج احنا على المنظومة، نسلط ستيب تشينج على المنظومة ونبدي شنو؟ نراقب الاستجابة، بس نبدي بقيم صغيرة للكيسي. بعد نبدي نزيد قيمة الكيسي شوية شوية إلى أن شنو؟ إلى أن يظهر لنا هذا الرسم، هذا الرسم معناه صار شنو؟ كريتيكال ستيبل. إحنا ليش نبدي قيم صغيرة للكيسي؟ للكيسي نبدي قيم قليلة لأن حتى نضمن إنه المنظومة تشتغل مستقرة. بس قلنا من زيد الكيسي شوية شوية تبدي الاستقرارية تقل. تقل تقل، وإحنا شاهدنا قبل بالأمثلة شلون تتحول المنظومة إلى شنو؟ إلى يعني الى كريتيكال ستيبل والى مثلا ان ستيبل بعدين اذا زيدنا قيمه الكيسي. فاذا ايش نبدي؟ نبقي قيم قليله للكيسي، بعد ذلك
شو نسوي؟ الزيد الزيد الى ان نحصل على حاله الكريتيكال ستيب، نحصل على حاله الكريتيكال ستيب مثل ما تشاهدون بالصوره. اذا بعد ما حصلنا على حاله الكريتيكال ستيب نقيس زمن الدوره الواحده التي سي، صارت عندنا التي سي معلومه، والقيمه اللي سببت لنا الكريتيكال اللي سميناها كي سي ماكس ليميتنج جين اذا تتذكرون حصلناها. اذا انت عندي رقمين الكي سي والتي سي، يعني الكي سي اللي سبب لي ان تكون الاستجابه ساينسويدال وزمن الدوره الواحده التي سي صارت. زجرج قال انت من تحصل هالقيمتين اكو جدول، هذا الجدول تقدر من خلاله تحسب الاوبتيمم فاليو مال من مال الكي سي والاي والار. شلون؟ اذا كان عندك الكنترول فقط بروبورشنال يعني فقط كي سي، احنا كي سي ماكس من اللي سببت لي سانسويدال عندي قيمته، فاضرب الكي سي ماكس 3.5. كي سي ماكس 3.5 هي كي سي اوبتيمم اللي اختارها. اذا انت شاد بي دي يعني بروبورشنال ديريفيتيف، انت عندك معناه تو بارامترز، عندك الكي سي والار. الكي سي 0.48 كي سي ماكس، والار هو التي سي زمن الدوره الواحده اللي انت حصلت عليها تقسيم 6. اذا شاد تي اي يعني معناه تو بارامتر كي سي والاي، الكي سي هو 0.4 كي سي ماكس، والاي هو تي سي على 1.2. اذا شاد بي اي دي فعندك ال 3 بارامترز كي سي ار اي، الكي سي هو 0.6 كي سي ماكس، والاي هو تي سي على 2، والار هو تي سي على 8. هاي هو بالنسبه الى الاختيار. انت مجرد كل اللي راح تسويه بالخطوات ان نصفر التيرمين نطلعهم من الكنترولر صفر ومال، يعني يبقى لي فقط التي سي والكي سي. بعد ذلك نبحث عن قيمه الكي سي اللي تجعل تعطيني الكريتيكال ستيبل، ورا ما اعطتني الكريتيكال ستيبل احسب التي سي، من خلال كي سي ماكس والتي سي قدرت احسب البارامترز مال اللي اختارها للكنترولر، وبالتاكيد يعطيني ستيبل المنظومه الصفريه. يعني يمكن راح نوضح هذا المثال التالي للطريقه example عندنا هذا المثال. يقول consider the closed loop system showing block diagram below. هذا تلاحظون مثلا انا عندي هاي الكلوز لوب المنظومه سيرفو، وانا شاد عليه بي اي دي. اوكي وسد يقول لي find the optimum values of the controller parameters، اريد الاحسن القيم للكي سي والار والاي using Ziegler Nicol method، مستخدما طريقه Ziegler Nicol. ورا ما تطلعهن ارجع على اللوب مالتك افحص الاستيبلتي. هاي افحص الاستيبلتي اخذناه ليش المحاضره، بس حتى اطمئن انه انا وانا اختاريتهن اكيد لازم المفروض المنظومه تطلع ستيبل. زين الحل قلنا انا شاد كنترولر بي اي دي معناه دي 3 بارامترز كي سي. اول خطوه قلنا شو نسوي؟ نصفر يعني نلغي هذا نعطيه لا نهايه حتى يصفر، هذا كله يصفر، وهذا نعطيه صفر حتى هذا يصفر. اذا شو يبقى من الجي سي؟ يبقى بس الكي سي. اذا بقى كي سي يعني معناه شنو؟ اي نوع كنترولر يجيك انت تلغيه وتبقي فقط الكي سي. زين هسه هذا الكي سي انا هسه لازم ابحث شنو؟ ابحث عن الكي سي ماكس او الليمتنج. شلون اذا تتذكرون بالمحاضره قبل شلون كنا نطلع الكي سي ماكس؟ عن طريق راوت، قلت لكم راوت يخدمني يطلع لي ترى الكي سي ماكس، فاذا معناه كنا ندحلها راوت. اذا احل راوت يعني هي طريقه راوت اللي راح تطلع الكي سي ماكس. اذا احل راوت لازم 1 زائد جي جي ام يساوي من 0، 1 زائد هاي الفره اوكي ابسط يطلع هذا المقدار. اجي هو استكعب معناه اربع صفوف احتاج ارتب المعادله مالتي 4 8 5 1 زائد كي سي 0 0 وابدي احسب بالطريقه اللي تعلمت.
علمناها تطلع الصف الثالث هاي العناصر والصفر رابع. هذا طبعا حتى كي سي ماكس هذا ما ممكن يساوي صفر لان بدنا يعني دائما هو كي سي موجب. فهذا اساوي هذا الصفر واطلع شنو سويته للصفر طلعت كي سي ماكس قد 9. زين كي سي ماكس 9 هسه اسبق على ما طلع التي سي. تتذكرون ايش قلنا؟ قلنا التي سي منين اطلعها؟ من الحد ابو التربيع والحد المطلق اساويهم بالصفر. اذا راح يصير عندي تو فايند اوميجا ان تي سي الحد ابو التربيع هو 8 اس تربيع 1 على ان كي سي ماكس يساوي صفر. احنا الكي سي طلعت 9 والواحد 10 احل هاي المعادله تطلع الاس 5 على 4 جي فمعناه الاوميجا تساوي 0 5 على 4 اللي هو 1.1 والاوميجا تباع على تي سي يعني تي سي قد طلعت 5.66. لاحظوا اذا انا طلعت طريقه راوف قدرت اطلع شنو؟ طلعت التي سي 5.66 وطلعت شنو؟ طلعت الكي سي ماكس اللي 9. هسه الاثنين المطلوبات بالجدول مال زيجلر صار عندي. اذا اجي استخدم الجدول مال زيجلر بالبي اي دي قال لي كي سي 9.6 من كي سي ماكس. عندي كي سي ماكس 9.6 في 9 يطلع 5.4 والاي كان تي سي على 2 انا تي سي طلعت 5.66 على 2 طلع 2.83 والار كان تي سي على 8 5.66 على 8 طلع 0.7. اذا كنترول البارامتر مالت الاوبتيمم بارامتر طلعت اللي هي جي سي كان 5.4 1.7 2.83 اس. هذا هو قدرنا الاوبتيمم بارامترز مال من لاحظتوا يعني استخدمنا طريقة زيجلر حتى نعرف ايش قد احط للكي سي وايش قد احط للار وايش قد احط للاي. من اجي على المنظومة انا احدد هاي القيم اكيد بعد هيك المنظومة فيها راح تشتغل ستيبل وحتى نتاكد راح نفحص نشد هذا الكنترولر ونفحص الستيبلتي. شديت هذا الكنترولر بارامتر طلعت لي وافحصها براوف ان 1 زائد ان جي جي ام كول 0 1 زائد هذا المقدار الفرغه والصفر تطلع لي هاي المعادله. زين هاي المعادله طبعا اراد بخمس صفوف ارتب قلنا الصفين الاولى من المعادله اجيبهم ارتبهم وابدي احسب العناصر مال الصفوف الاخرى اللي هي مثل هذا المقدار 8 في 8.8 ناقص 6.377 في 4 على 8 يطلع هذا المقدار وهكذا البقيه بنفس الطريقه. نشوف انه عناصر العمود الاول كلها شبيهه كلها موجبه فمعناها سيستم شبيه ستيبل. اذا طريقه زيجلر مختصره انه تقول لك الكنترولر صفر لي بس خلي الكي سي وطلع لي الكي سي ماكس والتي سي. طبعا شلون طلعين براو ورا ما تطلعين عنده جدول الجدول هو راح يحط لك القيم مال العلاقات اللي حتى تطلع منها الكي سي والاي والار طبقناها وطلعنا الاوبتيمم ومن فحصناها. انا هنا طلعت عندي الجدول لو ما حد يسال هذا الجدول شنو حفظ الدنيا؟ لا هذا مو حفظ بس مطلوب حفظ فقط الصف الاخير يعني البي اي دي هو المطلوب حفظ. هذا البي اي دي هذا تحفظوا لي اياه. اذا جبت لكم غير كنترولر انا اعطيكم اياهم يعني. فانتم فقط تحفظوا لي هاي الثلاث علاقات انه الاي تساوي تي سي على 2 والار تساوي تي سي على 8 والكي سي تساوي 0.6 كي سي ماكس. هذه تحفظوا لها بس يعني الطريقه سو ايزي ما بيها تعقيد. وارسل لكم الصوره ما ارسل لكم بعدين بالاخير نسوي اوكي. عندنا الطريقة الثانية اللي هي كوهين كون. كوهين كون هم إلى أبروتش شلون يطلع القيم الأوبتيمم مال يعني مال كنترولر. طيب الطريقة طبعا تختلف عن طريقة الزيجلر. هو يعتمد على موضوع اسمه بروسيس ريأكشن كير. موضوع طبعا هذا احنا طبعا المواضيع اللي حقيقة ما طلعناكم اياها لأنه نريد نخلص المادة عليكم
شلنا ثلاث او اربع مواضيع من الكورس. احنا حقيقه ما بقينا غير فقط محاضرتين وننهي موضوع السيطره. شلنا لغينا ثلاث مواضيع على مدى الوقت. فيعتمد على طريقه اسمها البروسيس ريكشن كير او يسموها طبعا هي الاوبن لوب ميثود. زيجلر يسموه الكلوز لوب ميثود، هذا يسموه ليش يسموه الاوبن لوب او البروسيس ريكشن. هو شو يسوي؟ الطريقه مالته يفصل عند المنظومه انه يفصلها من الكنترولر، يعني الكنترولر والمقارن يطلعهم عن من؟ عن اللوب المغلق يفصلها. فيصبح الانبوت الام اللي هو داخل الى البالب والاوتبوت اللي طالع من المجرمه. شو يسوي؟ يسلط ستيب تشينج هنا ويقرا هنا اللي طالع من المجرمه. طبعا يهم يبدي بستيب تشينج يعني بسيطه ويبدي يكبر بستيب تشينج الى ان يحصل على ريسبونس، يسجل الرسم مال الريسبونس، يعني يسجله الى ان يحصل على منحني يسموه الاس شيب. يعني ايش بحرف الاس؟ الاس شيب الاستجابه من يرسمها منها اللي طبعا هي من داخل هو يسموه ريكشن، يعني داخل الباص والبروسيس والمجموع صاروا داخلين ضمن هاي الاستجابه. ولذلك سموها البروسيس ريكشن كيرف، يعني كيرف متداخل من الداخل بين الفالف والبروسيس والمجرى. يعني خلاصه في الموضوع هو يسلط ستيب تشينج هنا، يبدي ببسيطه ويظل يكبر بالستيب تشينج الى ان ويسجل ويا الزمن القراءات هنا ويرسمها الى ان يحصل على الاس شيب اللي هذا قدامكم. الاس شيب اللي اذا تلاحظوه هذا اس شيب يحصل على هيك كيرف من الاستجابه اللي هي وين؟ صارت بالام قلنا بعد المجري. مجري من يحصل على هيك كيرف شو يسوي؟ يحدد شوفوا الكيرف شنو خصائصه. هنا تقعر وهنا شنو تحدد. اكو نقطه انقلاب هي من تقعر الى تحدد. طبعا تقدر نقطة الانقلاب وتحطها. أنا مثلا أقدر نقطة الانقلاب هنا هاي أعينها هاي نقطة الانقلاب. طبعا أرسم المحادي بالبداية، طبعا هي الاستجابة ثبتت هنا، أرسم هذا المحادي أحدد نقطة الانقلاب اللي قلنا هنا تقريبا نصين. شوف حددت نقطة الانقلاب، أرسم مماس إلى المنحني من نقطة الانقلاب. يعني تقدر تشوف انا ارسم هذا المماس زين من نقطه الانقلاب، ارسم المماس بحيث يتقاطع ويا المنحني الافقي هذا اللي حادي الاستجابه النهائيه ويقطع كذلك الواي. يعني شوف هسه النقطتين حادده، نقطه تقاطع المستقيم ويا الاكس اللي هي نقطه اي، تقاطع المستقيم ويا المحادي اللي هي نقطه بي. شوي حتى اعيد لكم حتى تكونون وياي خط واحد فاتت شيء، يعني كلام الاول انه يسموها البروسيس ريكشن كير، انه افصل هاي عن المنظومه اطلعها، حصلت ستيب تشينج هنا يعني الداخل الى البالب، وقراءات اسجلها وين؟ قراءات اسجلها هنا زين، وابدي ستيب تشينج قليله وظل اكبر بالستيب تشينج الى ان احصل على اليمن، احصل على الاشياء قلنا اللي هو هذا المقدار، هذا الرف الكير، وهذا الاس شيب انا احط اقدر نقطه الانقلاب مالته، ارسم المحادي او المره هذا اللي يحادي الاستجابه الاخيره، احدد نقطه الانقلاب ومن نقطه الانقلاب ارسم المماس اللي يمس المنحني من نقطه الانقلاب، واطلع نقطه التقاطع بي اللي هي ويا المحادي الافقي، وتقاطع المماس ويا الاكس اكسس اللي هي نقطه اي. شو حتفيدني نقاط تقاطع؟ شوف هسه انا هذا الرسم حصلته. شوفوا من نقطة تقاطع المماسوية الـ A، يعني من نبادي من الصفر للـ A، هاي قيمة تاولي، قيمة تاولي. طبعا من A إلى C، C طبعا شنو؟ المتقاطع المستقيم ويا دي عند العمودي، وأسجل هاي النقطة C. من A للـ C هي تمثل قيمة تاولي. هذا الغرض من الرسم مالتي. طبعا الرسم مالتي تاو دي وتاو. تاو دي
من صفر إلى نقطة A على تاو دي، ومن A إلى C هو التاو. هاي القيمتين تاو دي هي اللي راح تطلع لي البارامتر بناء على الجدول مال كوهين. شوف هذا الجدول كوهين، فإذا proportional فالكي تي تساوي التاو على التاو دي. إذا أحشاد بي دي فمعناته لازم نطلع كي سي 1. فالكي 1.11 تاو على تاو دي، في حين الآر هو تاو على 1. تاو دي على 1.6. إذا أحشاد تي آي يعني راد لك كي سي واي، كي سي 0.9 تاو على تاو دي، والآي هو 2.6. إذا أحشاد تي آي دي فال عندك كي سي وار واي، ف 1.2 تاو على تاو دي هذا كي سي، والاي هو 2.3 تاو دي، والار هو تاو دي على 1.74. طبعا هذا الجدول، فاذا شوفوا كل تعتمد علينا على تاو وتاو دي اللي طلعناها من الرسم. زين، فكذلك هذا الجدول مو حفظ عدل تي اي دي، تحفظوا لي هاي القيم يمكن. اذا جبت اذا اكو بالسؤال جاكم غير كنترولر انا اعطيكم القيم، بس تحفظوا لي الاخيره. اكزامبل عليه، consider the closed loop shown below. هذا الكلوز لوب مالتنا. In order to estimate the optimum value of the controller parameters using Cohen code, a step change of value 7 affects the set point. The controller is set to manual mode and كلمة set manual mode معناه لغيناه، يعني ما عاد يسيطر. اكو هو شو مانيوال؟ اكو بالكنترولر مانيوال، يعني من تريد تلغي الكنترولر مو تروح تقص الوايرات مالته، اكو دغمة يسموها مانيوال ديرها عليه خلاص، يعني وانتهى بعد ما يشتغل صار مانيوال. هو كلمة مانيوال معناها اوكي، يعني يعني صار انه لغينا الكنترولر. And transient response from the measuring element was recorded. سجلنا اللي طالع من الميجرينج صار سجلناه. The data is given in table below. هاي الداتا اللي حصلناها. يقول plot the data to estimate the optimum parameters of controller. يعني ارسم، تبع الطريقة ما كوهين كون. يعني هو قال لي كوهين كون. يعني ارسمها، أكيد راح تحصل أشياء. متحصل أشياء طلع لنا التاو تاو دي وطلع لنا البارامتر. بس ورا ما تطلع البارامتر هم كذلك تحصلنا الاستيبل. احنا شو راح نسوي؟ راح ناخذ طبعا كلمه المود هاي فصلناها، هنا نطلب ستيت تشينج نضل نكبر بيها زين، قلنا نقيس الريسبونس قلنا حصلنا على هذا الاشياء ثاني هو الداتا الثانيه رسمتها حصلت على هذا. طبعا احد يقدر لي مثلا نقطه انقلاب انا اقدرها مثلا هنا على هاي نقطه انقلاب، فارسم مماس للمحيط من نقطه الانقلاب ارسمه هذا المماس رسمته يقاطع المحاذي للأفقي للاستجابة النهائية هاي النقطة، ويقاطع الواي يقطع الواي الاكس اكسس بهاي النقطة. فأكيد يعني هاي النقطة يتمثل التاو دي قلنا، يعني بعد من الصفر هنا وين قطع بالعشرين تاو دي، فالتاو دي تقريبا عشرين يعني. زين نجي وين أنزل منها هاي نقطة التقاطع هنا حتى تقريبا 55 تقريبا ناقص، لان المسافه منا الى هناك ترى ف 55 يروح 20 تقريبا 35 تقريبا 35. زين فاذا طلعت التاو دي والتاو، روح على الجدول مال كوهين كي سي 1.2 تاو على تاو دي يطلع 2.1، الاي 2.3 تاو دي يطلع 46، والار تاو دي على 1.74 يطلع 11.5. زي معناها اذا الكنترولر طلعت الاوبتيموم بارامترز كي سي 2.1 والار 11.5 46 الار، هذا هو الاوبتيموم. والدليل على خلينا نبحثه، اكيد راح لازم شو تطلع ابحثها بالستيبل في وحدات جي جي ام كوز 0، ابحثها بسطها يطلع هذا المقدار. درجه ثالثه معناها 4، قلنا الصفين الاولى من المعادله ارتبها وابدي احسب البقيه يطلع 3 والاخر يطلع 0.04
إذا العمود الأول كله موجب إذا السيستم شبي ستيبل. ها هي الطريقة مال كوهين كول. فعندنا طريقتين بيتيونين اختيار القياس اللي هي زيجلر كول وكوهين كول. وزيجلر يسموه الكلوز لوب والكوهين الأوبن لوب، كل واحدة بيها جدول، وشفتوا الأبروش مع كل واحدة تختلف. أنا حقيقة أثناء لكم سؤال يعني هوموك واحدة على زيجلر هاي تقدروا تجربوها وطينا الجواب هنا الأنسة. والسؤال الثاني بالهوموك عفوا على كوهين وطينا الجواب هنا. هاي بالنسبة إلى الطريقة طينا الجدول ترسموا يطلع لكم الأسير زين طلعونا التاو التاو دي وتحلوها زين طلعونا قيم الاي والكي سي وهذا وأول ما طلعوها فحصوها شوفوها تطلع ستيبل. هاي حقيقة المحاضرة عندنا. إذا أحد عنده سؤال على المحاضرة خلي تفضل. فضل طلاب اللي أدى سؤال يسأل عن المحاضرة. دكتور أكو أحد من الطلاب اللي يسأل عن منذ التقرير. إيه خلي تفضل. تفضل مرة تفضلي افتحي السبيكر واحكي. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، بس على مدة التقرير انت المصادر اللي تريدها من كتب ولا يعني عادي من مواقع الكترونية؟ يعني اريدها يعني مواقع الكترونية، يعني كتب اكيد، مقالات بحوث اكيد اريد. الموقع الالكتروني ومن جايبها؟ اكيد هم جايبها من كتب، يعني من كتاب اكيد طبعا. اي فواحد يعني كتاب نفسه، واذا على الموقع يكتب لي الرابط مع الموقع ماكو مشكله، يعني ماكو حتى اذا على الموقع يكتب لي الرابط مع الموقع ماكو زين. الدكتور زين، مثلا الانواع مال كنترولات نكتب يعني الجي سي مالتها بالشرح لو بس شرح تريد؟ لا لا اكتبوا لي يعني كل شنو كل كنترولات تكتبون الجي طبعا تكتبوا لي الجي سي مالته المميزات مالته ديسكريبشن عليها، يعني توصفوا لي المميزات شنو المميزات الادفانتج الديس ادفانتج مالته يسبب حيد يعني الاشياء اللي اغلبها شرحناها احنا. بس اريد مثال كل نوع عليه مثال واحد خلاص. ماشي اوكي دكتور تمام. يعني مثال مثلا جهاز مثلا ترموستات وهيك غير هيك تقصد؟ اي مثال يعني اريد قصدي يعني مثال تحطوه بمساله وتحلوه. ها هيك مساله مثل بسيطه مساله بسيطه يعني ابسط ما يمكن هيك مساله تقولون شوف حلينا طلعت مثلا افحصوا الحيود الحيد ما اريد يعني الريسبونس فقط شوفوا تختأت وتختار مو هو شنو التقرير حريه هي. للطالب هو يعني ينمي افكاره يحط مثلا فيرست اوردر فقط ويحط هي. الجهاز مع الكنترولر ويقول انا راح افحص الحيد هو مو راح يقول مثلا هذا سبب حيد شوفوا يا بير اخذنا هذا المثال اكو اكزامبل شوفوا هذا سبب لي حي هيك ماشي على كل ماشي اوكي انا ماشي يعني سو سمبل الاكزامبل اي فهمت عليك دكتور ماشي شكرا بعد اذا اكو سؤال شكرا مره تفضل طلاب احد بعد عنده سؤال اذا ما حد عنده سؤال اذا اريد اتكلم ويا الطلاب حقيقه يعني خلي يسمعوني الطلاب اول شيء موضوع يمكن احنا طبعا سوق المحاضره اللي اتينا انه حقيقه احنا شفنا بالكورس الاول اللي تفاجئنا صارت الالكتروني كنا ننزل على الكلاس جيل وننزل على الكلاس وتو تحضرون الكلاس وتستمعون إليه. أنا حقيقة يعني يعني قرارة نفسي كنت ما كنت كلش مرتاح لهذا الموضوع لأن أقول افرض طالب هو دا يستمع لشيء دا يلقى افرض عدة سؤال يعني أنا شلون أسوي حي هاي المحاضرة أسويها حي
يعني انه خاف بعد اثنان شرح القاء سؤال مناقشه مداخله يعني زين. فارتئينا انه نفسها تسجل، هي تسجل اثناء الكونفرنس الاف سي سي، هم يكون حي ودا اشرح وكانه امامي طلاب ودا اشرح لهم ودا واحد ادى سؤال يسالني واجاوبه الى اخره، وهي بكل الاحوال تنحط بعد المحاضره على الكلاس. فالطالب حقيقه احنا ما اعرفه يعني اتصلت في استفسار قالت لي ممثل الطلبه المسج مالته يقول هيجي. فالطالب اذا يشوف نفسه انه هو متمكن يقرا المحاضره ويفهمها بالكلاس اوكي لا ضيق، يروح للكلاس يفتح باي وقت ويقرا المحاضره. لكن يجوز بعض الطلبه يستمعون للحكي مثلا ما فهم في نقطه معينه ما فهمها ما قدر يفهمها كذا، هذا ممكن يسال يستفسر يسال كذا. فاحنا فرصه مفتوحه للكلاس، يعني احنا فتحنا الكلاس قد الاسيتي لان اضافه احنا فاتحين يوم جمعه اللي هي اختيار اي طالب عنده وقال حلو كل شيء حتى يدخل زين، هذا هم اختيار الحضور. حقيقة عن الحضور هي فائدة الطالب للأسسي، إذا هو متمكن أن يفهم المادة فقط على الكلاس يقدر يكتفي بالكلاس، يقول لا والله أنا أريد أسمعها وأقرأها أهم كيف يقدر يحضر الأسسي، ماكو مشكلة يعني يحضر طالب. إحنا الحضور حقيقة حضور الطلبة للأسسي هو ما عليه درجات ضمن السعي. يعني تفيدني إلي ويا الطلاب شو تفيدني؟ من أفتح باب النقاش موضوعات من يصير يعني نقاش، يعني أريد أعرف يا طالب مثلا يتفاعل، يا طالب مثلا يعني عنده أفكار من خلال أسئلته يعني هذا متابع، هاي تفيدني إلي أنا يعني من أقيم بعدين لربما أريد أعطي درجات إضافية. ما له علاقه بالسعي، الزياده على السعي مثلا اقول هذا الطالب والله نشط بالكلاس كان دائما يسال يناقش من استفسر كذا يجاوب، يعني هاي كنت نصير بصوره حيه افضل. فنرجع ونقول طالب مخير يريد يحضر الكلاس فقط، يريد الكلاس يقراه ويحضر الاف سي تي، فالطالب مخير بقت يا مطالب. هاي نقطه. النقطة الثانية حقيقة احنا بعدنا محاضرتين ان شاء الله وينتهي موضوع السيطرة اللي لغينا ما يقال عفوا ثلاث مواضيع رئيسية لغيناها من الكورس الثاني، يعني استجابة للتعليمات اللي وردت لنا انه نعطي من 60 الى 75% من المادة، هاي وحده. فقدرنا نقلص الماده بشكل يعني اللي خلينا نقول يعطيكم فد معرفه بالدرس اللي فيكم. فبقت لنا محاضرتين، المحاضرتين الجايه حقيقه احنا كل ما يتعلق بالحسابات هو انتهى اليوم. يعني حسابات الكيسي والار اللي هي تحسبوليات تيبل انستي انتهى اليوم. المحاضرتين الجايه حقيقه ما لها علاقه بالحسابات، يعني لا يوجد فيها حسابات. فقط حنتعرف على انواع اللوبس الموجوده اللي احنا خدنا فقط وحده هي الفيدباك، بس راح نعرفكم ترى اكو 7 انواع رئيسيه من اللوبات بالسيطره على كل لوب. نعطي مثال زين، فنعطيك الفرس ونقول لك اريد فيدباك ترسم لي اللوبات، فانت راح تيجي ترسم اللوبات. اذا اريد اقول لك فورورد فيد فورورد رسم اللوبات راح يصير بشكل اخر وهكذا حسب طريقة السيطرة اللي يعني اللي تكلمنا عنها تفيد المهندس قراءة المخططات وبالمخططات نفسها. يعني المهندس هو بالأخير يستخدم السيطرة على المخططات الـ PID بالمشروع بأي بروسيس أي معمل. PID هي لغة عالمية طبعا، أنت من تلقي مخططات راح تلقاها كلها عبارة عن يونيتات وعليها شنو؟ عليها أجهزة مال السيطرة حتى تعرف شلون تقراها تفهمها، وهي لغة عالمية طبعا. انت اي مخططات لاي معمل المفروض تفتح الخريطه ما تعرف تقرا تعرف هذا المقصود شنو هذا المقصود شنو وهكذا. فاذا المحاضرتين ان شاء الله الجايه اللي راح تصير هي بعد ما عندنا حسابات فقط هي رسم اللوبات على
الأجهزة وحسب طريقة السيطرة حسب لون السيطرة. الموضوع الثالث حقيقة أنا تفاجأت بالامتحان بدرجات الامتحان مالتكم ما كانت بال يعني بالشيء المرجو أو يعني المتوقع. حقيقة الامتحان كان سؤالين. السؤال الأول أنا حقيقة بدأت أكتب تركيز الطالب من أجيب عبارة وأكتب أختار العبارات اللي تناسب هذا الشيء وممكن أكثر من جواب يصير تنتبه وأريدك تجاوب لي إجابة تامة. حقيقة ما يعني ما شفت أحد كان برايت بهذا الموضوع عدا يمكن الطالبة حوراء كانت يعني إجابتها زينة بهذا السؤال نوعا نسبيا. أنا تفاجأت كذلك بالسؤال الثاني. يعني السؤال الثاني هو شبيه يعني ماذا أفهم خلينا نقول ذاك يعتمد إنه الطالب يفكر يعني أسئلة ذهنية أريد الطالب أشوفه فاهم ما فاهم أوكي ماكو مشكلة. بس هو السؤال الثاني زين شبيه السؤال الثاني اللي هو بعادية زين دخلت باللود ستيب تشينج قلت لكم أو طلعوا لي دالة التحويل افحص الاوفسيت اللي اسمه قصدي الريسبونس والسكيتش الرسمه. يعني كل الامثله اللي اعطيناكم اياها بموضوع الكمبيوتر هو كان على هذا الموضوع. يعني ماكو شيء جديد. هم تفاجئ انه الاغلب خطأني زين خصوصا الرسم للاسف هواي سكيتش احنا اعطينا فورمولات معينه يا ترى هي ما تغير ذني انتبه ساين قدام اي تو ذا ناقص يعني ساين تتناقص الاي قدام موجب اي تو ذا موجب يعني ساين تتباعد قدام الساين ثابت ساين مداومه يعني ما لا تقل ولا لا تزال يعني ما بيها شيء هاي الدوال. فاجاكم الرسم ساين قدام اي تو ذا ناقص اكيد هي ساين وتتناقص تضمحل بالاخير هذا السكيتش. حكيت شفت القصد احط اعرفكم انتم يعني ما تركزون على الرسم وطيش ملاحظات وتقصدت احط على درجه على الرسم حتى لكم تنتبهوا لي على السكيتش. وطبعا السكيتش بيه معنى مو هيك هو السكيتش من اللي يقول لك الاوفسيت ماله هي اوفسيت اوفسيت صفر لو شوف هذا الكنترول سوى للاستجابه خمدها هي بيه معنى مو هيك يعني. بس المهم احنا نتامل ان شاء الله على امتحانين نجحنا بعدنا امتحانين نتأمل عن امتحانين الجاي انه يكون اجابتكم صورة جيدة حتى تصير حياتكم زينة بالمستوى المطلوب. هذه نفسي اكمل الكلام اذا احد من الطلبة عنده استفسار في هل يسأل دكتور هو اكو طالبة نور الهدى تسأل في البداية اذا على الامثلة اللي يخلوها بالتقرير ممكن يستعينون بالامثلة اللي موجودة بالملازم؟ لا انا اذا الطالب يا ريت من عنده هو يحط له اي بروسس يعني بروسس مرتبه اولى ما يقدر يحط بروسس مرتبه اولى يحط بروسس مرتبه اولى ويفر السيستم يعني خلي يسوي سامبل هو من عنده يعني هو اللي قاعد يتقدم ليش مو تقرير انا مو قاعد اجيب انقل من محاضرات وحط هو خليه هو يشجع يحط منه بروسس يبي يحط مثلا جي ام او للفالف يحط له داله تحويل دوال تحويل بسيطة خلي يحطها كلها فيرس أوردر ويفر هذا ويشوفه يعني ما كل إشكال ويحل راح يشوف هو متمكن إني يضع يسوي سؤال يضع كذا يعني أنا بالمناسبة ترى ما أريد تقرير يعني خلي تكون ملاحظة على التقرير. تقرير إذا شفت كوبي بيست نفس المثال نفس ترى الاثنين أصفرهم بالمناسبة يعني أنا مو أعطي تقرير بالمناسبة يعتبر جزء من الدرجة النهائية. إذا شفت كوبي بيست بالتقرير الاثنين يصفرون يعني هاي هذا درجة امتحان نهائية يعني هذا كان سؤال امتحان يعني التقرير يدخل على الدرجة النهائية. فأنا ما أريد كوبي بيست بالمناسبة أنا أشوف ترى كوبي بيست يعني الاثنين يصفرون يعني خلي الطالب من عنده يحط أمثلة يعني كان من عنده يتشجع ويحط اي وصل مثل ما يقول الدكتور التقارير لازم بيها مثال على الاقل
عبد القادر يسأل يقول شلون أسوي سؤال بهالحالة؟ شو يسوي؟ مثال example يرسم لي لوب زين ويحط هو من عنده بالبروسيس يختار بالبروسيس لوب وإذا يريد يحط بالمجرمين إذا يريد يحط بالباب كيفه يحط بس بالباب يعني أي شيء هو من يعني ليش يعني هو خلي ألف تهمة يحطه بالتقرير. نعم دكتور. دكتور هالة يقول ممكن أنه ينعاد الامتحان؟ نعم. هلو أدائك معك ناس هالة هالة خليل تطلب تقول ممكن ينعاد الامتحان؟ لا الامتحان ما يعاد احنا أمامنا بعد امتحان يعني زين اريد الطالب يجاوب هاي الامتحان يقرا بتركيز ويجاوب هاي الامتحانين زين على مود يقدر يعدل درجته مال الامتحان ما عندنا امتحان ينعاد لانه اني من مسؤول خلي يفهمون الطلاب طلاب انا خلي اكون صريح وياكم الامتحان هو مو موضوع النجاح الطالب هو ما شاء الله على القرارات هو الكل راح تنجح ماكو واحد ما راح ينجح هو الكل راح تنجح لكن خلك أصارحكم جزء من مسؤوليتي لازم أميز الطالب بين الطالب شلون أميز أميز عن طريق يعني عند القوة الذهنية مالته شطارته هذا مسؤوليتي صار زين يعني ما ممكن أقدم درجات زين الدرجات الكل 100 ماكو شيء زين فيبقى راح تجي الاسئله يعني الاسئله بمقدار ما تعب الطالب خلال الكورس الطالب اللي تعب نفسه وفهم الماده ويقول انا فهمتها وكذا وما ادري شنو اكيد راح تكون درجته عاليه الطالب اللي يقول لا اللي كان عن نص نص راح تجي درجته نص ونص الطالب اللي ابد ما كان بعيد كلش زين كان بعيد مو يم الموضوع ومو ما راح ينجح هو اكيد راح ينجح بس يعني اخو مو انا بحاطي 80 و90 وهو ما شايف الصيفه هم يصير فما عندنا احنا الامتحان يعاد انا دا اعرف طلابي واعرف ميزان طلابي زين واعرف من اللي يستحق شلون اميز من خلال الاسئله شلون اميز بين الطلاب يعني الاسئله راح تجي هي اكيد مفصله بيها قوه ذهنيه وبيها يعني خلينا نقول يعني فهميه يعني هل هو فاهم الماده ما فاهمها هل هو كان بعيد عن الماده مو يعني يعني متدرجه بالصعوبه مالتها بحيث يصير تمايز بين الطلب طبعا حتى كل واحد يحصل حقه صح يعني شلون واحد يصير نساوي بين الطالب اللي اجتهد والتعب والطالب اللي ابد مو يم المحاضرات ما يصير هاي يعني هم مسؤوليتنا احنا فأكيد لازم الميزان هذا وراء دراسات عليا وراء أمور أخرى شمدري يعني طموح كل طالب وطموحه طبعا فإحنا من مسؤوليتنا كذلك الأسئلة تجي على مقدار التعب التمييز يصير بالإجابة على مقدار التعب اللي بذله الطالب والجهد اللي بذله بقرايته للمادة هذا هو الحقيقة هي حتكون طبيعة الامتحان يعني لا تتوقعون انه الطلاب كلها راح تجي اسئله والكل تفول والكل هميات ماكو شيء يعني اكيد ماكو شيء زين بس كل طالب راح ياخذ استحقاقه بمقدار التعب والجهد اللي بذله بالماده راح ياخذ استحقاقه نعم دكتور مروه تسال تقول مثلا اذا قدمت التقرير هذه الايام وطلع بي نقص ممكن اعيد اعدل عليه اعدل عليه لا احنا شوف احنا من حقيقه نقدر كل طالب احنا نسلم التقرير سلم مره واحده كتبنا الايتمز مالته احنا كتبنا الفقرات كل طالب يلتزم بالفقرات احنا ما نقدر نسوي فيدباك لكل تقرير هذا راح يراد جهد ويسبب يعني ديستربنس بالنسبه للطلبه كلهم زين انا برجع للتقرير ويريدون هيك ويريدون كذا احنا كتبنا الايتمز صوره واضحه احنا نريد تقرير وكتابه لحد يسهل كثيرا انا كتبت المجموع ما يتجاوز يعني العشر صفحات يعني الرفرنس اكيد صفحه من عندهم زين يعني خمور تكتب لي 50 مصدر يعني الطالب قرا 50 مصدر
اكيد موقع بالنت يدود كتاب اخذ منك كتاب يعني خلص واحدة المصادر يعني زيد 10 مصادر 10 مصدر استخدام 15 مصدر هي صفحة واحدة تبقى 9 صفحات لبقية التقرير اللي هو لازم كاتب به الانواع والميزات ولا عدد الصور بعد كيف يعني احنا ما نريد تقرير معقد يعني ما نريده معقد الى درجه انه ياخذ من وقتكم وبعدين تضلون تدورون وهذا وانتوا هسه في مرحله لازم شويه تستعدون للامتحانات النهائيه نعم نعم يكون التقرير يعني سوى سمبل يكون واضح طالبة زهراء تحب تتكلم وياك اي تفضل تفضل زهراء السلام عليكم دكتور عليكم السلام دكتور بالنسبة للامتحان اللي امتحناه الأسئلة كانت صراحة كل سهلة المسألة سهلة الفراغات سهلة بس احنا من يجينا نحل حلينا المسألة والتهينا نحولها بي دي اف بقالنا تقريبا 10 دقائق حتى نروح للفراغات انا بهاي العشر يعني دقائق انا مع العلم قارية اجيت احل الفراغات بس خفت لا يفوتني الوقت تروح الاستمارة قمت اختار اختيارات عشوائية وقبل دزيتها يعني انا المشكلة عندي بالوقت بوقتها قالوا عندكم 35 دقيقة اوكي اوكي عندي افترض جبت الامتحان سويت الاسئلة اللي طالب حال الاكزامبلز وحال الهوموركات وكذا اذا صارت عدة ممارسة للحل وليس القراءة انت تذكرون اول ما دخلت اول شيء دخلت لكم دي بلتش قلت لكم الطالب كلية الهندسة بصورة عامة وخصوصا في في المسائل لا يقرأ وإنما يحل بيده القراءة تخدعة هنا وفهم بس لازم يحل بيده إذا الطالب كان حال الأمثلة وحال الهومورك وحال الشيتات كلها بيده تتوقعين هذا السؤال قد يأخذ منه أنا سأدا سألك قد يأخذ من الطالب هذا السؤال السؤال الثاني إيه السؤال الثاني قد يأخذ السؤال الثاني ما يطول 10 دقائق رحمة الله والديش 10 دقائق زين خلينا نقول واحنا نسوي تيست قبلها وننزل لكم فيديو خلينا نقول التقنية مال تحويل الصورة للدي دي اف الى رفع ربع ساعة اوكي اكثر من حل السؤال ما اعتقد هي اذا واحد متعلم على ربع ساعة هذا ايش قد صار 10 دقائق وربع ساعة 25 دقيقة 25 نجي هسه على الفراغات اذا كانت دكتور يعني بقت 10 دقائق هي بقت هاي العشر دقائق الفراغات عفوا الاختيارات يعني مو هيك عاديه لازم انت تقرا السؤال وتفتهم حتى انت يعني تختار الصحيح انا بهاي العشر دقائق لا لا بس لازم اني اركز زين انا كنت خايفه لا يفوتني الوقت لا مو احنا جبنا اساسيات يعني ثقي هو 10 دقائق كلش كافيه على حتى الفراغات تدري ليش؟ احنا جبنا اساسيات شنو الكنترولرز اللي يسبب حيد اللي ما يسبب حيد هنا نسبيا ما يسبب الحيد فقط البي اي وقلناها البي اي والاي اي بالضبط ذني ما يسبب الحيد البقيه يسبب الحيد يعني انا بنقرا كم ثانيه؟ 3 ثواني 4 ثواني احله يعني ايش قد مثلا؟ 5 ثواني 10 ثواني دكتور يعني الصراحة كان خوف خايفين ليفوتنا الوقت فكنا يعني أغلبية الطلاب قاموا يختارون اختيارات عشوائية بس في سبيل ما يفوتنا الوقت ولا نتصفر فالأغلبية إذا لاحظت السؤال الثاني كلها حلته يعني الأغلبية صحيح بس مالت الفراغات لأن كلها تسوت راحت للسؤال الثاني عافت السؤال الأول باعتبار لازم تسوي البي دي اف وتخلصي فمن رجعنا للأول ما لحقت يعني بس لو الوقت شوي يونا أزيد وانتو شوف أما أرجع أقول يعني معقولة طالب راح يتخرج ويصير مهندس رفع فايل إلى يعني بي دي اف يرفعه إلى البرنامج يعني طول هواية يعني هو متدرب عليها ورافض كذا المفروض هذا ما يطول عدة يعني طالب واحد يقول لي ما اعرف لحد يا من نزل لكم فيديو وبعدين يكون طالب معقوله طالب بال اسمه بالاوفيس لحد ما يعرف طالب يعني ما تعرف هسه حتى اذا ما مستخدمه زين انتوا مو درستوا اكسل ودرستوا يعني مو درستوا اكسل اتذكر اعتقد ما اعرف الحاسبات
اي يعني ما معقول كل طالب هسه بده يعرف يسوي وورد ويسوي بي دي اف ومع ذلك حتى ما يعرف مو هسه علموكم وبعدين سوينا تيست بعد التيست اللي سويناه يوم الجمعه وشنو شاف حتى تطلع على طبيعه الاسئله اللي راح تجي بالضبط اجتي مناظره الها ما اجى غير مناظر الها فالمفترض هاي اما ما تتفاجئ انت بطبيعه الاسئله هم عندك يعني خبره بيها راح تجي هيجي وعلي سوينا التيست بس ما عليك تتفاجئ تتفاجئ تبدا تقولين الجواب السؤال الثاني اغلبهم حالي وين حالي انا يعني يمكن خمسه نجحوا بس هو كان سهل بسرعه ينحل بسرعه ينحل هو انا هذا يعني هو ايش حكي يعني ايش حكي قلت انا تفاجئت بس والله قول السؤال الاول يعني بس السؤال الثاني ليش السؤال الثاني مو احنا اكو بشيء تصعب منه بشيء تصعب منه كل سهل السؤال الامور تصعب منه جبنا سهل وفد واحد ينقض لا لا حل سهل مو دكتور انا حليت السؤال الثاني كل سهل بس انا بالسؤال الاول لين كانت 11 دقائق ايه هذا عليك هسه احنا حتى اللي هم كان مثلك هم زين الوقت ومفد على الوقت ساعه وشويه صار زين ومع ذلك طلاب الله ها ما دير رفع وما ادري شنو هو لو متمرس اعتقد كان طول على العموم بس احنا نتامل ان شاء الله على الامتحان الثاني ان شاء الله احنا مشكلتنا شنو؟ انتم لو الخطوه انتم لو تسوون تسلسل نفتح الصوره ماكو مشكله يرفع كصوره يعني بي دي اف الصوره ماكو مشكله بس المشكله اذا توصل لا على الورقه الاسم يعني اجتنا اجابات على الورقه ما بكو لا الاسم ولا يعني تجي احنا نقوم نسقط نشوف كل الاسماء اذا هاي شلون يصير هيك شيء زين انت غير طالب انت مسبقا من تجاوب اول شيء تعترف في شيء الكتروني يعني حتى قلت لك اسم الفايل سميه باسمك افضل حتى اذا انا اجي اسمك الورقه صار الفايل باسمك نعرف هذا الفايل مرفوع منك زين بس احنا الطالب ليه يكتب تسلسل ليه رقم الاوراق مالته ليه يكتب اسمه على كل ورقه احنا نقول اكتب اسمك وهذا يعني بالمناسبه هاي هم نصائح للامتحان النهائي امتحان النهائي انت هسه والله عندك مجال ده تحكي فيه وياي وده تقول وتعطي رايك وكذا تقدر تحكي وياي اوكي امتحان ثاني ما عندك هالفرصه نهائي ما عندك هالفرصه تحكي ويا استاذ ما راح اشوف الاستاذ زين زين افرض انت مصعد اشياء خطا والاستاذ تخربطت عنده ما دا يعرف مالتنا لان هو مو قدام الدفتر مكبوس هو قام تجي ويسحب بهالفيديو والاوراق انت لا اسمك لا توقيعك زين زين شو راح يعرف الاستاذ يعني هاي اتهم لك بالمناسبه يعني انا نصيحتي لكم على كل ورقه الاجابه تتسلسل يعني الاوراق مو صعب انه احط واحد اثنين ثلاثة على كل وعلى كل ورقة حتى حط فوق هامش اجر خط هامش راح احجز فوق هامش رقم الورقة واسمك توقيع حفاظا لحقك انت الاستاذ من راح تجي عاد يعرف انه هذا الطالب مثلا فلاني هذا رقم الواحد رقم اثنين ويجمع بأوراقه ويكبسهم وشو راح يفوز التصحيح راح نسحبها احنا ابو ورق ونقعد نكبس كل طالب نكبس اجابته زين اذا انت ما دارت فيها السلسله ما دارت فيها وما عليها اسمك وما عليها توقيعها وكذا طالب من النوع اذا هاي الاوراق وين؟ وين راح شو راح تقول فيها؟ يجوز استاذ بالغلط راح كبس اجابتك ويا اسم داخل اذا انت وين راح تعرف؟ انت ما راح تعرف بس انا حتى دا انصحك سهل العمليه على الاستاذ افضل ترقم خط واضح ترقم الاوراق مالتك تكتب على كل ورقة اسمك وتوقيعك خلاص هذا إذا يغنيك عن كل شيء بعد خلاص هاي اسمك وتوقيعك ويا ريت الفايل اللي تروح تسميه باسمك حتى خاف لربما يصير شيء ما جاء هذا الفايل لازم يقدر يرجع على الأستاذ ويعرف إنه هذا الفايل هي الإجابة مالته وكان الله يحب المحسن لا أدخل بدوامات أخرى واحتمالات أخرى وما أدري شنو على ما إحنا الطالب سلسل إجابة مالته نقدر نفتح له الصورة يعني صورة واضحة ويدزها يرفعها من ضمن البرنامج ماكو مشكلة لكن إحنا إذا مو واضحة ترى يضر نفسه الطالب يضر نفسه
مغوشة مقطومة ما أدري شنو، هذا هو الطالب راح يضر نفسه. نعم إذا أكو غير تمام شكرا. أحد إذا أكو صفوا طلاب بعد أحد عنده سؤال. بالنسبة للمحاضرة، بالنسبة للتقرير، أي شيء ثاني؟ دكتور الطلاب هذي يقولون شيء ما أعرف، يمكن ما عندهم أسئلة ما أعرف. إذا ننهي المحاضرة إن شاء الله الشيت راح يوم الأربعاء قلنا يمكن الشيت يتسلم. أي نعم دكتور. يوم الأربعاء حتكون عندنا المحاضرة 11 وآخر محاضرة إن شاء الله الأحد القادم وينتهي موضوع السيطرة. زين بقى نحدد الامتحانات بعد، إحنا أمامنا امتحانين نحددها، أنتوا تحددون نتفق عليها ونمتحنكم حتى نقدم السيطرة إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، شكرا جزيلا.